وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل. ومن جانبه أعلن النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون مؤكدا أن تلك التيسيرات بمثابة دفعة قوية للمستثمرين داخل البورصة المصرية. سيادة النائب محمد أبو العنين. شكرا سيادة الرئيس، هي انضم لكل زملائي على أهمية هذا القانون، والحقيقة يعني بنحيي الحكومة لأنه رسالة كبيرة ادتها النهاردة إلى سوق رأس المال، سوق البورصة. حقيقة مجموعة التيسيرات والإعفاءات اللي تمت في القانون دي هي دفعة قوية للمستثمرين خصوصا داخل البورصة المصرية. سيادة الرئيس، كنت أتمنى إن شاء الله في الفترة الجاية إن يكون في قانون تنافسي، حط تحت كلمة تنافسي خطين، في سوق المحيط بينا كله عشان نقدر نستقطب رأس المال والمستثمر بصفة خاصة المستثمر العربي والأجنبي. سيادة الرئيس، استوقفنا هنا الحقيقة نقطة في منتهى الأهمية، وأنا بعتبرها أخطر نقطة في القانون اللي تضمن فيه إلغاء عوائد القروض التي تحصل عليها شركات القطاع الخاص من الخارج وإقطاعها لضريبة 20%. هذا الموضوع بمنتهى الصراحة كده يمثل مخاطر كبيرة جدا لأي مستثمر أجنبي جاي البلد. واحد جاي النهاردة معاه فلوس جاي يستثمر في مصر، اختلط من الخارج وحط رأس المال عليه، أنا بقول له لما أجيب قرض عليك من الخارج تدفع عليه 20%، والداخل ما عنديش أنا في مصر تمويل كبير أو أقدر أديهوله. ده معناه خنق الاستثمار، خنق المستثمر الأجنبي اللي جاي عشان يستثمر يعمل مصنع أو يعمل مزرعة أو يعمل مشروع في مصر. أنا أتمنى النقطة دي نقطة في منتهى الخطورة، وهكون لها اثر بالغ الاثر على المستثمر الاجنبي. صحيح اللي خد قبل كده يمكن ماشيها القانون بصفه عشان ما نعملش اثر رجعي، لكن انا ارى اهميه هذا الموضوع. ارجو ان الحكومه يعني تعير هذا الموضوع اهتمام كبير جدا الفتره اللي جايه، لانه ده رساله يعني هتوقف كتير قوي في مجال تمويل الاستثمار الاجنبي اللي جاي لمصر. الحته الثانيه، الحد الادنى للاجور احنا عندنا في مصر صحيح 3500 جنيه. نفسي انه دايما يكون الحد الادنى للاجور اللي احنا بنتفق عليه 3500 جنيه هو الحد الادنى ايضا لحد الاعفاء اللي احنا اصلا بنتكلم على 42000 جنيه اجماله في السنه كلها. انا ارجو ان احنا نراعي ده، لانه 3500 وحتى اكتر من كده النهارده مش مكفيه الاسره اللي فيها 3 أو 4 أو 5 اشخاص، واللي قال عليه جهاز مركز المحاسبات اقل تكلفه ليها 3218 جنيه. يعني على الاقل نحترم هذا الرقم في تحديد الحد الادنى للاجور. انا بحيي الحقيقه كل الاطروحات اللي جت، وبتمنى ان شاء الله الحكومه تدي مزيد لدفع الاستثمار، وبحيي خطه الدوله انها ترفع القطاع الخاص من 21% الى 65%، وده ان شاء الله هيتم بعون وإرادة الدولة المصرية. وشكرا سيادة الرئيس. شكرا. وجاء مشروع القانون في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور. والحقيقة هذا القانون أو التعديل المطروح من الحكومة به إيجابيات كثيرة جدا لصالح الممول والمواطن. فكان فخامة الرئيس قال إن حد الإعفاء هيرتفع ل 36,000، فعلا حد الإعفاء دلوقتي بقى 36,000 جنيه سنويا للموظف، وده الحقيقة بيزود دخله من جهة أخرى. يعني القانون الحقيقة استحدث بعض الحاجات زي المجلس الأعلى للضرائب برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وده الحقيقة مهم جدا لأنه مهمته الأساسية هي النظر في تظلمات وشكاوى الممولين، ومن الممكن جدا المجلس يوصل لي من خلال لجنة لرأي يعرضه على مجلس الوزراء الموافقة على التسوية حالة الممول، ودي حاجة إيجابية جدا. صحيح هذا المجلس كان موجود منذ فترات طويلة، ولكن اختصاصه الحقيقة ما كانش بيتيح اجتماعه. والسادة النواب كان لهم آراء يعني مهمة جدا في تحسين وتطوير هذا القانون، بل وفي شرحه أيضا.
لأن الحقيقة القانون ده قائم على فلسفة محددة لها علاقة بالتوازن المجتمعي، لأنه بيلزم بعض فئات المجتمع بضرائب معينة، وهذه الضرائب مصدرها هو خدمة المواطن البسيط، هو تحقيق خدمات أفضل للمواطن البسيط. لأن احنا لو ناقشنا ميزانية الدولة ونرى أن 80% من إيرادات الدولة هي إيرادات الضرائب، وأيضا بتوجه إلى إيه؟ بتوجه إلى الإسكان الاجتماعي، إلى تطوير المستشفيات، إلى التعليم، إلى الطرق، إلى تحسين الخدمات العامة بشكل عام، إلى النقل والمواصلات والكهرباء. إذا وجود، وده نتيجة يعني ما تم التوافق عليه اليوم، وجود قيمة ضريبية عادلة تؤدي إلى تحسين خدمات المواطنين هي الفلسفة الرئيسية في هذا القانون. كما يهدف مشروع القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية. هاني النحاس لبرنامج على مسؤوليتي.